أمر مهم عباد الله، أمر مهم، البراءة من الباطل، والبراءة من أهل الباطل بشتى أنواعهم، كل بحسبه. هذه عقيدة رسول الله، هذه العقيدة التي أنزلها الله وتعبدنا الله بها، نفي العصبية، نفي الحزبية، نفي كل ما يخالف دين الله الحق مهما كان. أبوك لا تتعصب له ولا تقدم قوله على الحق، فإن ذلك منك شرك. يا أخي سيتبرأ منك أبوك، وسيتبرأ منك أخوك، وستتبرأ منك أمك وجدك وأقرب الأقارب إليك، كلهم يوم القيامة لا يغني عنك شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شرك في الدعوة، ضعف الولاء والبراء عند الناس، عند الناس كثير إلا من رحم الله. لا بد من الكفر بالباطل والإيمان بالله. وانظر ماذا قال الله عز وجل في من يؤمن بالباطل: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. تعرض نفسك للخسارة،